ثمر فني وثقافي ورياضي يميز ليالي رمضان هنا بمدينة طنجة. ثمر يسافر بساكنة المدينة نحو عوالم روحانية خلال شهر رمضان الأبرك. سهرات في ليالي رمضان بمدينة طنجة، لحظات متعة خاصة يستمتع من خلالها ساكنة المدينة بأجواء ما بعد الإفطار وأداء صلاة التراويح. حلقة وصل بين ما هو روحاني وما هو ثقافي وفني تضمنها أنشطة متنوعة خلال ليالي رمضان بمدينة البغاز، والتي تكرس لتقليد سنوي يجمع الساكنة في فقرات موسيقية تعيشها كل نواحي المدينة. وبين استمتاع الساكنة بتوليفة عساوية أندلسية تخترق الوجدان وحضور حفل روحي أحيته فرقة ابن العربي للموسيقى والسماع الصوفي، إلى جانب متابعة نشاط ثقافي ألقيت خلاله شذرات شعرية، تتميز ليالي رمضان بمدينة طنجة بالتنوع، ما يجعل الساكنة يقبلون على متابعة كل صغيرة وكبيرة وكل مستجدات الساحة الفنية والرياضية. تفاصيل يعيشها ساكنة مدينة طنجة بعد أداء صلاة التراويح، حيث تفترق السبل بهم وتقود البعض منهم لمتابعة أنشطة موازية، فيما آخرون يواظبون على متابعة مباريات في كرة القدم والتي تشهد تنافسا قويا بين فرق الأحياء حتى وقت متأخر من الليل. هناك مجموعة من الأنشطة التي ربما تتفطر لمفهوم ثقافي جديد تعيشه مدينة طنجة من خلال المشاركة مجموعة من الأسماء اللامعة في مجال الفن والثقافة والأدب والشعر والرياضة إلى غير ذلك. هناك مسابقات أيضا جماعية وفردية التي ستتكلل بتتويج الفائزين فيها. دأبت مؤسسة نسائم الأندلس لحفظ الموروث بتكريس تقليد رمضانيات طنجة كل سنة بمناسبة هذا الشهر الفضيل، واليوم تسافر بنا مرة أخرى في سمر رمضاني روحاني رباني في توليفة سمائية عساوية أندلسية تعرض بمدينة طنجة. هذا النشاط هو نشاط من الأنشطة التي مسطرة في البرنامج الثقافي والفني للمؤسسة. احنا في رمضان محتاجين بحال هاد الأمسيات الكبيرة الروحية، وبما أنهم هاد الفرقة الكبيرة المهتمة بالتراث المغربي في الفن الصوفي، فاحنا حابين أننا نشاركوا أنا والبنات بنات الحايك أننا نجي ونحضروا باللباس التقليدي ونحيوا التراث ديالنا كيف ما كيحيوا التراث الصوفي والتراث في الثقافة في اللباس التقليدي. هذه الأمسية بداية لأماسية أخرى نعيش فيها نفس الإحساس بمدن مغربية أخرى. الجمهور كان جد متفاعل مع كلماتنا، مع كلمات أهل الله تعالى والألحان. أظن أن إقبال الشباب على هذه أو هذا النوع من الموسيقى أصبح جليا وظاهرا بالحضور الجماهيري الغفير. أتمنى أن لا يقتصر الأمر على شهر مبارك، على شهر رمضان المبارك أو بعد المواسم، وأن نعيش بين الفينة والأخرى مثل هذه النفحات. واليوم كان لنا لوحة فنية عبارة عن توليفة عساوية أندلسية سماعية، حاولنا أن نتقاسم الفرحة مع كل الولوعين والمنخرطين الأوفياء والمساهمين الذين يعبرون دائما عن وفائهم.